وينها بوتلان عبد الرحمن فرولي ايا دغخ دغي مساجد عصب ولا غفريو مدحتويده بوتلان سيده وربحينتا ونوغو سودريو وريهنا محمد سعيد يوسف مدحوينها بونتلان عبد الرحمن محمد محمود فرولي ويوهليان غار كم اذا علومه ووينه بونتلان ايا مانتا دغخ دغي مساجد عصب ولا غيرغلين ليو مدحتويده بونتلان غروي كاسي او لوغو مغادري مسجد الشهداء مدحوينه فرولي وربحينتا لها الله مركي ودغخ دغي مساجد كان ايا شغي ان مساجد كان لوغو دسي دونو حب تبرعاده او كا قيب قادن دونو اسلام مركانا واخو اوغو باقي غناصتده يد دوينها اني غان كا غيستان ان هذا كان لا دسي مساجد انا دغي مسجد الشهداء والله كنت لفت لو رطي دفاعي المدنيه تبقى لوغو مغادري خرج كوفه حيره ونغون دونا تبرع إن لو بحيه تدك استوعبت شعبك تجارته شغالها الدولة ده جارحان هو مرحتوي كشري إذا ما ضيعت بقى أنا وانا ظهر الناس اللي ما فيها مدينة قاضنية عندنا مساجد تكده شو معياشة هي وقتيرة سلام صوت شو عاجل ماشان وحرون وين تضرب شوية كون كان يرين دك عاصنا وحنا غني سامي العبادة ilaahay ku xusuustaan saaxiibka aan wax ka koobnaan doonaa qaadi weynaydo lagu tukanayay wax ka koobnaan doonaa meel ah maktab kutubta lagu akhristo wax ka koobnaanaya meel degan oo imaanka uu dego masaajidka marka uu diyaar garoobay oo ku nasto uusan gabigeedaba u soo toodin iyo meel kale lagu waseysanayay iyo meel wajiga oo fiican waa dhisma aad u qurux badan buu noqonayaa halkaas inaan ku arkaysi انجينير قراني او كودجي اي كمبنيغا ديساي وكيله ان شاء الله تعالى دونا سيده ساره الله بلاوي دونا الى هنا كدغو ميل خير قبطه او دد كنور ليو تيكيدو غارو اي انتي قيب كقاده بخينته اسمي سخرش كيس اي لا ودنا او نوقته ميل انو نوقته غوري خير غوري خير واي هي شيخ احمد داهر او كميدا علومه او وين بونتلان ايا كا ورميا فائدده اي ليدahay ان مساجد لا ديسو يا ابالمرينده اي بكو ابالمريو عيد مساجد هيرغليسا مانت اي جمعته هي بش 8دادنا اي 16 تahay انغو جوغنا مدحتويدي دولده بوتلاين وحا مانت اي وحوينو دغخ دغاي مساجد بلعيسو ليغي هي 30 و 5 dhererkiisu leeyahay 35 balaciisuna yahay 22 waxaan la jecel yahay insha Allah in meesha la dhiso weynaha iyo umada islaamkaan waxaan tusaynaa meeshaas iyagoo la og yahay ajirkeeda iyo meesha sida ay tahay nabigeena wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam man banaa baytan lillah bana Allahu lahu baytan fil janna ninkii dhisa bayt ilaahay leeyahay walaw ka mafhasil ghadaa shimirta waqowgada meesha buulkeeda baa in leeg baa Allah ka dhigay ilaahay wuxuu ballan qaaday inuu jannada guriga dhiso ilaahay wuxuu leeyahay subhana wa taala wa ana al masajid lillah fala tad'u ma'a allahi ahad masajidka ilaah baa iska leh isagoo koomka dhamaantiis ilaahay leeyahay oo misana khaasatan wuxuu u leeyahay baytka ilaahay way ilaahay wuxuu kaloo tilmaamayaa fi buyutin adina allahu an yurfa'a wa yuzkara fi ismihi yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله قول إلهي وحو بلغ هذا في بيوتا أذن الله إلهي وحو إدمي وأمري أن يرفع إن لكرغاد محمد سعيد صومالي تشانل جرو